وكاد يلقى فادي بن شوق الذي كان مصاب الشتي الذي كذلك كان قلب دفاع ثالث في المباراه الاخيره. انا كي اول ما تلعب في النادي الرياضي الصفاقسي تحسن كثير. الرياح هذا يلعب الجزائري في المحور باللغه. التشكيل الاساسي للترجي الرياضي التونسي. على فكره هذه المباراه مهمه جدا البن حميده والحمروني لانه الظهيرين اللذان تميزا في بدايه هذا الموسم. نعرف علي معلول في البطوله العربيه، من سيرافق علي معلول في الجهه اليسرى للمنتخب التونسي في الكاس العربي؟ كنت فاكر عندك تعقيب على الجهه اليسرى، وايضا بالنسبه للاعب بن حميده. على كل يبدو اننا سنستمع للنشيد الوطني، ايضا الحارس بن شريفيه الحارس الترجي. شكرا للزميل هيكل الشعري، شكرا لضيفيك الكريمين الكابتن عمر. انقل عبر منافسات بطولة الدوري عبر قنوات الكاس حصريا لكل مشاهدي غدا من خلال هذا اللقاء. يا قبل فترة تريب ولاء الذي اعطى الانتصار في تلك المواجهة وفي ذلك اللقاء. الركنية غيلان الشعلالي، عرضية داخل منطقة الجزاء الرأسية ملعوبة. محاولة تغيرت اتجاهها، ضربت في رأس من وتحولت، عادت المحاولة من جديد رأسية في المرة الأولى وأبعدت في المرة الثانية. الفريقين ثلاثة منها انتهت بنتيجة التعادل السلبي، هذا ما لا نتمناه. كرة من محاولة ركنية ملعوبة داخل منطقة الجزاء رأسية. هي ولا مرة أخرى، هي ولا من جديد من دحمان، ملعوبة الكرة داخل منطقة الجزاء رأسية. لكن أيضا بطولة الدوري سنتحدث بعد هذه المحاولة للترجي داخل المنطقة، ملعوبة الكرة لكن لا زالت مستمرة. تحول المحاولات لا زالت مستمرة والركنيات لا زالت حاضرة، لكن إلى حد هذه اللحظة الأمور لا زالت التعادل السلبي. رأسية ملعوبة سهلة عند حارس داخل منطقة الجزاء، محاولة رأسية خطيرة جدا خطيرة. لا 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 يوسجي أموري جراد الجزائري. هذه الكرة، هذه المحاولة داخل المنطقة، أوهو مصلحة المكشخة الآن بهدف مقابل لا شيء. تقدم أداء كبيرا مميزا من خلال شوط المباراة الأول، ويتمنى بكل تأكيد أن يواصل فريقه الأداء الذي ظهر الأولمبي في رادس من ملعب حمولة خطيرة. الآن ملعوبة أمام للترجي، ملعوبة لكن أبعدت في التوقيت المناسب وقائمة عرضية ملعوبة. أوهو عن طريق دياكيتي داري الخطأ يأتي لمصلحة نادي الترجي. أمامنا هنا في هذا اللقاء ومن خلالها بكل تأكيد ولا بخطأ ملعوبة بشكل مباشر بحول الله في القريب العاجل ولو بشكل تدريجي. كرة بمحاولة دخل بعض التبديلات في الجانب المقابل، نشوق مكان بن خليفة. كرة بمحاولة رأسية خطيرة أبعدت.